السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل النهاردة كونكت بلس 2. أعتقد ده موجود في اليونت 3 الوحدة الثالثة. هنتكلم النهاردة عن ال WH questions. WH questions هي أدوات الاستفهام اللي بتبتدي بال WH. هناخد منها النهاردة when, what, where, why, who. تعال نتكلم عن كل واحدة وبعد كده نشوف عليهم تدريبات. when بيقول لي for time. when دي معناها متى، وليه السؤال عن الوقت، بنسأل بيها عن الوقت. example مثال: when do you watch TV؟ متى أنت شاهدت التلفزيون؟ فبنجاوب بنقول ايه؟ I watch TV at، هنا لازم أقول وقت، at 7 o'clock. at 7 o'clock يبقى when، متى، بسأل بيها عن الوقت، بسأل بيها عن الوقت. طيب what؟ بيقولي what for things. what for things يعني what بسأل بيها عن الأشياء. what معناها ما أو ماذا، وهي للسؤال عن الأشياء. example مثال: what is this؟ ما هذا؟ بقول it is a book، هذا كتاب. يبقى هنا بسأل بيها عن شيء، ما هذا؟ هذا كتاب. يبقى what معناها ما أو ماذا، وهي للسؤال عن الأشياء. where for places. for places where معناها أين، بسأل بيها عن الأماكن، معناها أين وبسأل بيها عن الأماكن. example مثال: where does she work. where does she work أين هي تعمل. بقول she works in a hospital، هي تعمل في مستشفى. أنا هنا ذكرت المكان إن هي بتشتغل في مستشفى. why أول ما أشوف أداة الاستفهام why لازم أجاوب عليها بكلمة because. لازم أجاوب عليها بكلمة because. why معناها لماذا، وهي للسؤال عن الأسباب، وهي للسؤال عن الأسباب. طب نشوف example: why does the chief wear a hat. why does the chief wear a hat، لماذا الشيف يرتدي طاقية. فبنقول because he needs to be clean، عشان هو محتاج ان هو يكون نظيف. يبقى هنا السؤال بهواي لماذا، لازم اذكر السبب، اقول because لان، ونحفظ كلمة because عشان بتيجي في اسئلة كتير. طيب who، من for people، دي بسأل بقى عن الناس. for people من للسؤال عن الناس. example: who works at hospitals، مين اللي بيشتغل في المستشفيات. فالسؤال بتاعها سهل جدا، بحذف هو بحط بس الاسم وبكمل السؤال عادي. يعني هنا هنحذف هو، حط بدلها doctors وكمل السؤال عادي. doctors works at hospitals. أسئلة سهلة، أهم حاجة بس أعرف كل سؤال معناه إيه. when متى بتسأل عن الوقت. what ما أو ماذا بتسأل عن الأشياء. where أين للسؤال عن الأماكن. why لماذا للسؤال عن السبب. هو من للسؤال عن الناس. وتعالوا نشوفوا هنطبق عليها ازاي. هنا عندي سؤال بيقول write the suitable WH work. بيقول لي اكتب أداة الاستفهام المناسبة. مديني when, what, where, why, who. لما يجي لولادكم سؤال زي ده كده، فيعني كويس، يعني اهم حاجة ان احنا نترجم الكلمات دي فوق الاول. يعني علموهم ان هما لما يجي سؤال فيه كلمات اختيارية يترجم فوق الكلمة معناها. يعني هنا وين هيكتب متى، وات ما او ماذا، وير اين، هواي لماذا، وهو من، عشان يقدر يوصل للحل بسرعة كده ويبقى ذهنه حاضر بالترجمة. طيب تعالوا نشوف هنا ونشوف هو عامل لي الاجابة وحاطط لي خط تحت كلمة. الكلمة دي هي مفتاح الحل، الكلمة هي المفتاح بتاع الحل. أول سؤال بيقول لي، مديني نقط، بيقول لي does he work. طيب he works in a school، هو يعمل في مدرسة. المدرسة دي مكان، والمكان بنسأل عنه بكلمة where، أين. بقت where does he work، فهنا هكتب where does he work، أين هو يعمل. فنقول he works in a hospital، هو يعمل في مستشفى. طيب رقم 2، نقط، does he get up. does he get up، تعال نشوف الإجابة. he gets up at 8 o'clock، مديني إيه
مديني وقت، واحنا قلنا الوقت بسأل عليه بكلمة متى، الوقت بسأل عليه بكلمة متى، فانا هروح على كلمة متى اللي هي when، واكتب على طول when. When does he get up؟ When does he get up؟ رقم 3 بيقول لي are you absent؟ هل انت غائب؟ بيسأل يعني انت غائب، فاه عندي الاجابة بكلمة because. على طول قلنا بيكوز بسأل عنها بكلمة why، ولماذا أنت غائب؟ فهقول هنا why للسؤال عن السبب. is he doing؟ is he doing؟ بيقول he is helping people، هو بيساعد الناس. طب هنا هقول ايه بقى؟ ماذا هو يفعل؟ ماذا هو يفعل؟ هو بيساعد الناس، فهنا هختار كلمة what. ماذا هو يفعل؟ اللي بعدها is she doing؟ is she doing؟ نفس السؤال، she is watching TV، هي بتشاهد التلفزيون، فهقول برضو ماذا هي تفعل، برضو هنسأل بكلمة what، ما أو ماذا، ماذا هي تفعل. طب نقط is سارة wearing؟ she is wearing a white coat، بيسأل عن سارة لابسة ايه، فبقول هي لابسة بلطو أبيض، برضو هقول what is سارة wearing، ماذا ترتدي سارة، فهنا برضو what is سارة wearing، ماذا ترتدي سارة، فقلت سارة ترتدي بلطو أبيض. نقط does he start work؟ هو بدأ العمل، فبيقول he starts work at 6 p.m. بيبدأ الساعة 6، مديني ساعة، فهنا على طول الساعة بنسأل عنها بكلمة متى، when، متى، when. طيب آخر سؤال، نقط does she teach؟ هي بتدرس لمين؟ فهنا بيقولي she teaches children، قلت للسؤال عن الناس بسأل بكلمة who، بسأل بكلمة who. وكده خلصنا الدرس، سهل خالص، هما بس يعرفوا أدوات الاستفهام دي كل واحدة معناها ايه وبتيجي للسؤال عن ايه، خلاص على كده يعني هو هيعرف يحل لوحده. بس دي كانت عايزة حد مثلا رابعة خمسة ستة، كبيرة على سنة تانية، كبيرة على سنة تانية، ربنا يستر ونشوف الترم التاني هيديهم ايه. انا شايفها الجرامر كله موجود في الترم ده، فربنا يستر على الترم التاني. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.